ايوا كما كتشوفوا معنا هذا واد بعد امطار غزيره كما كتشوفوا. ها غاد زاد الماء زاد في هذه البلاصه زوينه بزاف، وفي نفس الوقت واخا تكون عاصفه رعديه كيجي الماء هنا نقي، حيت الطرب ديالها هنا في الشكل هذا راه فياض هنا باش نكونوا واضحين، راه العين ما كاينش بحال هكا، كان العين قليل واحد شويه في الماء، ولكن بعد الامطار غزيره تزاد هذه العين بزاف. اذا هذا هو الفيضان كما كتشوفوا، قربنا لكم. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد جيد باش نصور لكم واد ديال راس الماء. اذا نزول امطار غزيره قويه، غادي نشوفوا واش جاب الفيضان ولا جابش الفيضان. اذا اجواء ممتعه. ايوا كما كتشوفوا معنا حاليا غادي نقلبوا لكم على الواد، والاجواء ممطره، اجواء رائعه جدا. فين هو غادي الناس كيمشيوها اتجاه هو غادي العكس باش نوضح لكم، والترى ما يمكنش، وما عمري شفت شي واحد بحال بزاف، وما عمري شفت شي بشر بحالو، والترى ما يمكنش عباد الله، والترى كيدير شي حاجه ما عمري دارها شي حد، والترى مختلف على البشر اصلا، هو مختلف وفي شكل. شوف فين غادي، ها هو دابا يعجبوه يعجبوه هنا، يلاه نزلت الشتا وكيقلب، غادي يزلق لكم بزاف هنا غيزلق لكم بزاف وغيجيبها في راسو، هذاك الشيء كيقلب هو ودي يجلس في الدار. فين غادي؟ لا باش نصورو الواد، هذا هو الواد اخوتي تبارك الله كما كتشوفوا، هادو هما الامطار غزيره اللي جاب الواد ديال شفشاو. ها حيت ربما خص تكون العاصفه رعديه مجهده باش يجيب هذا الواد الفيضان كما كتشوفوا. اللهم بارك، واد رائع جدا. اذا شوفوا الاخوان، شوفوا شوفوا هنا بزاف من غادي يزلق فيو ويطيح لكم في الواد هنا. انا قلت هادي، قلت له ودي رد البال، هو لابس واحد السبرديله كتزلق. كنقول له ودي رد البال كما كتشوفوا. اللهم بارك، اذا الله يحفظك. ها انتم دوزناكم. اشنو؟ انا ما فهمت والو اخوتي. قل مين؟ الصحراء. هي اش غادير اخويا؟ هي جيت شفشاونا. عجبتني. الله يحفظك. شكرا. ديروا في التعليق شنو قالوا، انا ما فهمت والو. وما يهضروا بواحد الدارجه في شكل. اذا كما كتشوفوا واد تبارك الله رائع جدا في هذا المكان، وجميل ممتع تماما. وكاين هذه البلاصه من الفوق حتى لهنا فيه الواد. شوف دابا هذا العين فين؟ كاين الفوق ولا فين؟ وسط الجبال. ايه ياه. البلاصه اللي هي ديال الشيشاوه كاين اقشور. دابا اقشور قريب هنا ياك. دابا طلعوا راه الجبل تلقى الشلال اقشور. ياك تماما كما قال لكم بعينه، والشلال اقشور راه قريب هنا، تقدر تطلع المساحه كبيره ومن هنا وتنزل وتلقى الشلالات ديال اقشور. ايوا كما كتشوفوا معنا هذا واد بعد امطار غزيره كما كتشوفوا. ها غاد زاد الماء زاد في هذه البلاصه زوينه بزاف، وفي نفس الوقت واخا تكون عاصفه رعديه كيجي الماء هنا نقي، حيت الطرب ديالها هنا في الشكل هذا راه فياض هنا باش نكونوا واضحين، راه العين ما كاينش بحال هكا، كان العين قليل واحد شويه في الماء، ولكن بعد الامطار غزيره تزاد هذه العين بزاف. اذا هذا هو الفيضان كما كتشوفوا، قربنا لكم. امطار غزيره شفشاو 2023 بعد الامطار غزيره وعاصفه رعديه اللي دازت. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا واد، هذا الواد تبارك الله، شوفوا تبارك الله. وفي نفس الوقت اش غادي نقول لكم، اجواء ممطره. ها انتم اخوتي بعد الامطار غزيره سبحان الله، البارح كان الماء قليل في هذه البلاصه، شوفوا تبارك الله دابا كيولى، وشوفوا الواد ها
شوفوا الواد حتى هو شوف الواد تزاد تزاد ديال بصح اللهم بارك. هذا واد ديال شفشاون واد ديال راس الماء شوف تبارك الله شوف شوف اللهم بارك شوف واو 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله شوفوا سمعتوا الصوت ديال الواد. ايوا كما كتشوفوا معنا واد شفشاون بعد امطار غزيره اللهم بارك كما كتشوفوا تبارك الله واد رائع جدا. هادو هما السيول. اذا بعد الناس غادي يقولوا لي هادي راه غير الماء ديال العين. لا العين كيجي عادي ولكن بعد الامطار غزيره تزاد هاد العين وتزاد هاد الماء. اذا هاد الماء ديال الشتاء فيه ديال العين وفيه ديال الشتاء. اذا كما كتشوفوا هادي شفشاون اللهم بارك تبارك الله اجواء ما تخيلوا شحال زوينه تبارك الله بعد امطار غزيره خاص شفشاون. اذا هذه قاعده بزاف دائما يصور لكم اوديه وامطار غزيره شوفوا تبارك الله شوف 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 عاصفه رعديه اللي دازت هي اللي سبات هذه القوه. اذا السيول ما كانوش هكا العين ما كانش هكا ولكن بعد الامطار غزيره ولا السيول. اذا الجنه فوق الارض كما كتشوفوا اللهم بارك وفي نفس الوقت هاد البلاصه كتزلق والله بزافنا غادي يزلق لكم. انا علمته قلتها لي قلت له ودي رد البال راه غادي تزلق قال لك لا خلينا نخدم خلينا نخدم. سيدي احنا خليناك تخدم صور مع راسك سيدي وتبرع عليا مع راسك. هادشي عزيز عند بزاف. اذا كما كتشوفوا هذا واد اللهم بارك كما كتشوفوا تبارك الله تبارك الله السيول وامطار غزيره. اذا هذا الوادي اللي شفتوه البارح في الفيديو اللي درنا خاص والفلوق اللي درنا راه كان الماء عادي جدا. دابا هذا الماء مجهد السيول هذا الماء ديال الشتاء فيه ديال الشتاء وفيه ديال العين شوفوا تبارك الله شوف شوف تبارك الله تبارك الله بالنعمه ديال سيدي ربي. هذا واد انا دابا تحت القنطره شوف تبارك الله تبارك الله النعمه ديال سيدي ربي. هذه شفشاون بعد الامطار غزيره كما كتشوفوا السماء اجواء ممطره وكاين الريح اللهم بارك. فين هو غادي فين صافا كتعرف بيسلم كتعرفو واش كتفرج فيه ويي كنتفرج فيه ولكن ما كيقول والو ما كيعجبنيش بصح قال لكم ما كيعجبو ما كيقول والو وانت كتقول شي حاجه شوفوا تبارك الله شوفوا واش تعرفوا الى عقلتوا الفيديو اللي صورنا البارح ديال هنا كي داير الماء كان عادي دابا تجهد دابا مجهد الماء سبب سيول امطار غزيره اللي نزلت. شوفوا تبارك الله شوف شوف شوفوا تبارك الله السيول ديال بصح حيت هنا التراب نقيه ما غاديش يكون بحال الواد ديال الصحراء المغربيه ولا بعد الاوديه هنا في شكل. شوفوا تبارك الله هذا الواد اللهم بارك امطار غزيره امطار مفرحه خاص للمغاربه كاملين. اذا كما كتشوفوا اذا اجواء ممتعه اجواء رائعه جدا على حسب كاين الواد فاش سكوتي كاين فاش مجهد. شوفوا تبارك الله واد شفشاون تبارك الله تبارك الله بالنعمه ديال سيدي ربي ولا احد بيزلف هو اللي كيتمشى بوحدو الناس كلهم دخلوا. كاين البرد باش نكونوا واضحين كاين البرد والشتا كتنزل وفي نفس الوقت انا كنصور هادشي ضروري خصني نصور ضروري
وفي نفس الوقت هاد الوقت ديال الشتاء خص شي تيتيزا باش نكون واضح. تيتيز بزاف انا باغي التيتيز وا صراحة مكرهناش بزاف غير نلقى شي واحد واتي مالكي واتيري عندي الضرار يلا معايا وتبعيني بغيتي الفلوس يلا وكلشي كاين غير يلا لا تقول لك لا تقول لي بزاف لا ويزيد بزاف يحضر الراس الواحد يمشي شي شو الشتا مسكينه ايوا كما كتشوفوا اجواء ممتعه بعد الامطار غزيره في هذا المكان تبارك الله شوف تبارك الله هاي ولا الشلال مشيت راه شفت هاد الشلال البارح فاش صورناه عادي دابا مجهد بزاف شوف تبارك الله شوف مشهد ديال القصه شوف تبارك الله النعمه ديال سيدي ربي ايوا تبارك الله ما تخيلوش شحال زوين هاد الشيء اللهم بارك نتمنى بزاف يكون سليم ما يزلق شوفوا تبارك الله الطراب ديال هنا كتزلق باش نكونوا واقعيين شوف تبارك الله شوف هذا وين شوفوا امطار غزيره شوف اول مره